هذا المشروع بدأ من 2017، دفعوا الناس، تكمل الشطر الأول تسلموا الناس، الشطر الثاني والثالث تبنى ولكن باقي ما تسلمش. هذه شي تقريبا شي 5 سنين هذه، وما هاد الأشطر طالعين مازال ما تسلموش. دابا الإشكال هذا الشطر 5 كل عامر حجوزات، مول المشروع ما فكش دوك الحجوزات، زائد المشاكل اللي لقينا الشقق معاود فيهم البيع فهاد الشطر هذا وفهادو اللي مبنيين، يعني ولينا لقينا مشكل، الناس تتقلب على السكن ولا دابا مرهونه، تلقى جوج العائلات مرهونين في شقه. وتنطالبوا المسؤولين يلقاو لينا حل في هذا المشروع، على الناس راعيات، الناس راه بغات تسكن، بغات السكن ديالها. راه بعدا هذا الشطر شي 300 اسره اللي كاينه في هذا الشطر هذا، عاد الشطر الثالث تقريبا شي 600 اسره، هادو هي اللي طالعين. اما الاخرين راه باقي الناس، راه كاين اللي دافع عشرات المليون وباقا حفره، الناس راه مشاو للولايه. هاد الوقفه الاخيره اللي درنا حدا الولايه ما استجبوش لينا، ما بغاوش يديروا اجتماع معنا. صاحب المشروع شنو قال في القضيه هادي؟ تيقول لك اسيدي حنايا اللي تنوقفوا ليه في المشروع ومعطلين ليه الخدمه، ولكن راه ما يمكنش، راه عندك الفينيسيون لداخل، راه ما يمكنش حنايا اي حتى نوقفوا، راه صافي، راه اللي بغى يخدم غيخدم، جيب المعلمين وتا واحد ما تلقاه هنايا تيوقف ليه، جيبو خدم تا واحد ما غيوقف ليه هنايا، وسلم الناس اللي حاطين تنازلات عطيهم فلوسهم. كاينين الناس حاطين تنازلات ومازال ما توصلوش بفلوسهم وتعاودوا لهم الشقق في البيع، كاين تجاوزات. وتنطالبوا هذا المشروع الله يهديه ويلقى حل للناس، يسلمهم الشقق ديالهم، ما كانش يرجع لهم فلوسهم، ماشي يتهرب ويتهرب من المسؤوليه، ولقاو ايضا تماطل المسؤولين ما يتسنطوش لينا، خاص يتلقى حل لهذا المشروع. انا بالنسبه لي انا في 2018 دفعت التسبيقات ديالي وغادي معها قانوني، طلب لي اصلا بعد هذا الحي كاين في المسيره واحد في مراكش، مشينا معاه دفعنا له تصريحات دوك التسبيقات الاولى، وقال لنا عام ونصف ماكسيموم عامين غادي نشدو الديور. فات عامين ما كاين حتى شي حاجه، اصلا في 2019 مشاو الخدامه مشاو كلشي، ما كاين حتى شي واحد، تنقلبوا عليه ما كاينش، البيرو تيحل سيمانه تيسد. فات 2020 تسد البيرو في خطره، ما كاين حتى شي خدام ما كاين. وصلنا مع القضاء، مشينا عند مدام المنصوري، مشينا عند الوالي، مشينا للقضاء، حتى شي واحد ما نصفنا. حد الساعه باقي هذاك الباب، باب ما عرفناش فيه الضبابيه، ما عرفناش شكون اللي مورا هذا السيد هذا اللي هو اصلا تيقولك انا ايدي طويله في القضاء. دونك حنا في المغرب 2024 هذا الشيء ما خصوش يكون، خاص الناس مسؤوله تدخل في هذا الشيء هذا، لانه كاينه 600 عائله ماشي 10 ولا 20، راه 600 عائله اللي كاينه في هذا المشروع، وهاد 600 عائله راه فيهم تقريبا اكثر من نص اللي كاريه، يعني اللي عايشه تقريبا في السميك، اللي دافع هاد 25 اللي سيدنا النيصرو اللي فتح هذا المجال هذا باش هاد الساكنه هذه تستافد حتى هي وما تبقاش مهمشه. ولكن هاد السيد هذا همش هاد عباد الله وهمش هاد 600 عائله، واصلا هو ماشي ولد مراكش، ولد الكازا، نفس المشكل دار هنا، دار في الصويره، دار في القلعه، دار في مراكش، يعني كما قال هو بلسانه، قال لك انه ايده طويله في القضاء. واحد الساعه تنطلبوا من المسؤولين انه ينصفونا ويدخلوا، لانه كاين الناس اللي الكاريه وكاين الناس اللي ساكنه في كراج. وليلى محمد رسول الله.